ولكن في نفس الوقت يا ايمن الاهلي دائما هو اللي بيدي لاي حد، لينا كل اي حد، ما بتكلمش على بيتسو ولكن بتكلم بشكل عام، الاهلي دائما هو اللي بيعطي قيمه اي حاجه. بسيرو البرتغالي تفتكر كان ضرب الاهلي فتره نادم ومشي، يعني هو اللي طلب يمشي عشان جاله عرض بالنسبه له بورتو في البرتغال، ده حاجه كبيره يعني. لحد النهارده كل تصريحاته وكل الناس بتقول ان هو بيقول الخطوه الوحيده اللي ندمت عليها ان انا سبت نادي بحجم النادي الاهلي عشان ارجع تاني البرتغال. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، النادي الاهلي بيعطينا كلنا حتى ك يعني ناس جماهير، اي حاجه اي حد بيرتبط اسمه بالنادي الاهلي هو وضعه بيبقى مختلف تماما. فاكيد النادي الاهلي مساهم ان بيتسو موسيماني يتحط في مكانه تانية في افريقيا ومكانه تانية عالميا ومكانه تانية في كل حاجه. لا لا هو مش مساهم، انا وجهه نظري مختلفه، انا شايف ان بيتسو ان النادي الاهلي هو اللي حط بيتسو موسيماني. انا اقصد لا لا انا اقصد المساهمه في ايه، ان هو الراجل موجود في ليفل، يعني هو مدرب كويس طبعا، لما بقى مدرب النادي الاهلي الموضوع اختلف معاه تماما جماهيريا حتى كابتن. كل حاجه النادي الاهلي بيديك الادفانتج ان انت بتتحط في كاتيجوري تاني خالص، حتى اي حد بيمشي من النادي الاهلي لما بيروح على حته تانية بيبقى حتى تفاوضاته بشكل مختلف، حياته بشكل كمان يعني. ده الكلام ده انا قلته من 3 4 ايام والبعض المهم يعني، فانا بشوف ان دي الامثله واضحه وضوح الشمس، ان الناس كلها بتطلع تقول لك يا جماعه انا يعني في اسماء كبيره جدا 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 ومشيت من النادي الاهلي لسبب او لاخر، ولكن في النهايه دلوقتي كلهم طالعين يقولوا احنا ندمنا طبعا. النادي الاهلي الشعبيه كبيره جدا، التاريخ كل حاجه، بس كل النادي الاهلي بيوفر لاي حد سبل النجاح. ولكن وهنا اللي بنقوله بقى ايه، ان بيتسو موسيماني عمل شغله واشتغل بالطريقه اللي تخليه ينجح مع النادي الاهلي، بحيث ان طبيعي جدا يا كابتن اسلام ان كابتن اسلام لاعب في النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي ساهم في ان كابتن اسلام اسمه يكبر، كابتن اسلام كمان في الملعب في ساهم ان النادي الاهلي هي كل واحد بيتحط في مكانه بيشتغل، المنظومه كلها بتستفيد، وفي الاخر النادي الاهلي هو زي لو النادي الاهلي النهارده اربع هو البرواز، هو اللي بيبقى بالظبط 8 بطولات افريقيا 9 10 النادي الاهلي اسمه بيكبر اكتر واكتر تسويقيا بيبقى اكبر. فاكيد النادي الاهلي زي ما في ناس بتساهم ان هو يبقى في مكانه جيده، لا النادي الاهلي زي انا فاكر دايما مستر مانو الجوزيه كان لما يجي يتكلم عن النادي الاهلي كان يقول ايه، انا كل اللي اديته للنادي الاهلي شويه صغيرين دول، بس النادي الاهلي اداني حاجات كتير. مظبوط. فهي دي المعادله. فالنادي الاهلي اي حد يجي النادي الاهلي هيكسب بطولاته، ولكن مين اللي هيسيب تاثير في النادي الاهلي هو ده الاهم، تاثير ايجابي. وده اللي احنا بنشوفه ان بيتسو موسيماني واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي كانوا او موجودين في النادي الاهلي، كانوا دي ممكن تتاخد ويقول لك ده بص كانوا ماشي انت مش قصدك معنى اسف مش قصدي، لكن بيتسو موسيماني من المديرين الفنيين اللي موجودين في النادي الاهلي واللي له تاثير كبير الحقيقه. فوزوا باثنين دوري ابطال افريقيا، فوزوا باثنين برونزيه كاس عالم، فوزوا بدوري، فوزوا بكاس، فوزوا باثنين سوبر افريقي. اعتقد ان ده مفيش حاجه، الحاجات دي ما بتيجي بالصدفه كابتن. طبعا. لازم اكيد مدرب بيشتغل ومعاه لعيبه بتشتغل، لكن انا ما اعرفش الناس ازاي ممكن تقتنع ان الحاجات دي بتيجي بالصدفه. لا لا صدفه، اصل هو مدرب محظوظ ودي الحاجه السبب. هما بيقولوا كده اقسم والله. هما بيلخصوا كل حاجه لبيتسو موسيماني بيقدمها مع النادي الاهلي محظوظ في حته الحظ. لا بيتسو موسيماني مش مدرب محظوظ، الراجل فعلا مدرب جيد جدا تكتيكيا. الراجل اما بيفكر يلعب بالاهلي كوره معينه بيقدمها بافضل شكل، اما بيفكر يلعب في الثلث الاول بيدينا كوره شكلها حلو متماسك. الاهلي جه على الاهلي 4 2 3 1 بدا يدخل 3 4 3 اما حس ان الامور دفاعيا ممكن مش احسن حاجه، الموضوع اتحسن فعلا اما لعب 3 4 3. وفي انديه مشيت ورا زي ما حضرتك قلت امبارح ولعبوا 3 4 3 في افريقيا وفي حاجات زي كده. على فكره عادي، انا مش عارف ليه الناس زعلانه مني، انا مش فاهم والله، والله العظيم 3 انا كنت لا اقصد احد اطلاقا والله ما بهزر وعادي ما الناس، ولكن انا بشوف كل حته بتلعب. انا قلت يا جماعه هيديكوتي وبعد كده فايتسا وبعد كده مانويل جوزيه وبعد كده موسيماني كل بيمشوا وراهم. على فكره مش عيب، احنا طول عمرنا في مصر كنا نعرف الـ3-5-2 كنا ماشيين بيه. جه لما جه مستر مانو الجوزيه في 2001 حب يلعب باربعه ولقاها في الاول مش ماشيه، وراح عامل لنا التوليفه اللطيفه بتاع 3-4-3 بالشكل اللي احنا شفناه، وازاي النجاحات بعد كده المنتخب مصر نفسه استفاد من الطريقه دي بالظبط مع الكابتن حسن شحاته. ما هي اصل الكوره يعني فيها اساسيات، لما بتتعمل 1 2 3
اكيد هتخرج بالنتيجه. فما فيش مانع ان الواحد يقول يا جماعه دي انجازات النادي بتاعه يعني. أيه بالظبط. اللي هو يعني او مشجع، انا اسف مش بتاع، المشجع فيه ان الانجازات دي هيديكوتي الناس كلها شافت هيديكوتي لعب ازاي ولعبوا زيه، في فايتسا الناس شافت فايتسا بيلعب ازاي لعبوا زيه، بعد كده مانويل جوزيه نفس الكلام، دلوقتي موسيماني. فما فيش مشكله عادي يا جماعه، مش كل حاجه اقولها تبقى الموضوع في ان انا رايح لحد او بقول على حد حاجه، والله ابدا ولا في دماغي هذا الامر.